جديد يطل بفجره على مئات اللاجئين السوريين في بريطانيا، منهم من استطاع التأقلم بوقت قياسي في البلاد، بينما لا يزال البعض يواجه صعوبة في ذلك. حدثنا سوريون عن تجربتهم في الاندماج هنا وعن استعدادهم لاستقبال عاما آخر في المهجر. بالبداية سجلت لغة وبلشت أدرس لغة هون، لغة إنجليزي. الحمد لله منيحة، منتعلم بشكل كويس. بلشنا نكون صداقات هون، كمان عم يساعدونا. كبداية يعني الواحد بحاول قدر المستطاع أنه يشارك بجميع الفعاليات كبداية، يعني مشان أنه يستطيع أنه يعيش في بهالأزمة هي. يعني خلال فترة معالجة طلب اللجوء بيكون عندك فترة فراغ ما ممنوع فيها من العمل، ممنوع فيها من السفر، فاستغليتها انه بالعمل مع بعض المنظمات الخيرية اللي بتساعد اللاجئين بحكم معرفتي للغة الإنجليزية، فاستغليت هذا الشيء وبالتالي اندمجت بسرعة يمكن كطبيعتي الشخصية. 2800 لاجئ سوري استقبلتهم بريطانيا عام 2016 بحسب ما أعلنت عنه وزيرة الداخلية أمبر رود، وما أنطط أقدامهم البلاد حتى ينطلقوا في اتجاهات عدة لتحقيق هدفهم بالاندماج والاعتياد على الموطن الجديد. أغلب السوريين بحبوا يتعلموا مختلف الأعمار، إن كان طفل صغير أو حتى إنسان كاهل كبير، ويبذل جهد إنه يلاقي الشغل المناسب له عشان يكون عضو فاعل بالمجتمع. لكن طريق الاندماج محفوف بتحديات عدة لا بد من مواجهتها. هلأ بشكل عام القوانين جديدة علينا، عم نتعلم كل يوم شغلات جديدة، يعني على سبيل المثال قانون السير، تقطيع الشارع، الإشارات المرور، التنقلات، لكن تحدي كبير أنك أنت تتعرف على هالشيء، على حضارة أساساً ما كنت عايشها. اللغة هي أكبر حاجز، يعني أنا بنظري أنه 80% في النواحي العامة صعب، إذا كان عندك دائماً بدك مترجم وبدك كذا، يعني صعب أنت تندمج في أي شيء، صعب مثلاً تدرس، صعب تطلع حتى شهادة سواقة، يعني اللي هي من الأساسيات صعب تطلعها، صعب تشتغل تلاقي شغل من غير اللغة يعني. أما أطفالهم فهم مصدر أملهم بأن يكونوا بناة سوريا المستقبل. أنا ما راح استغرب إذا بعد 10 سنين من هلا راح نلاقي سوريين أولادهم أعضاء بالبرلمان، وراح نلاقي سوريين يبدعوا في كل المجالات، أكيد راح يشوف هذا الشيء، أنا واثق. ويبقى حلم العودة مستوطنا في مخيلتهم ليغدو أمنيتهم الأولى لعامهم الجديد. المسلمين حاليا والعرب مضطهدين في كل مكان، فنحن نتأمل أنه بس سوريا مجرد بدنا نستقر نوعا ما، بدنا نقدر نخلص من هالنظام ونرجع نعمر سوريا، وبس هذا هي طموحي، يعني ما له شغلة عظيمة لكن إن شاء الله بتصير. بتمنى أنه تكون سنة خير لكل السوريين ولكل العالم ولكل العرب. أمنية الأولى أنه بلدنا سوريا تنتهي فيها القتل والدمار والشيء الفظيع اللي عم يصير ببلدنا. وفاء زيدان، أورينت نيوز، لندن.